رايك المراه المدخنه في المجتمع؟ بالنسبه للمراه المدخنه انا كيبان لي بانه الراي ديالها يعني الدخل ما كتبقى ادمان عندها ادمان ما يمكنش عن الدخل فيها، ولكن انا كيبان لي شويه الاحترام وصافي. يعني الدخان شي مكان يعني منغلق ولا شي مكان ما يشوفهاش الاخر، يعني ماشي مشى في الشارع والدخان، يعني كتجي يعني في التقاليد ديالنا والعادات عيب شويه يعني الدخان حدا الجامع. المراه المدخنه داك الشيء كيبقى يعني كيبقى كل واحد التربيه ديال الوالدين ديالهم. بالنسبه للتدخين يعني كتبقى حريه شخصيه انسان كل واحد وشنو الظروف ديالو، ما تقدرش تعرف شنو كاين، وانا كنشوفها عاديه جدا. بالنسبه لي يعني كنقول بان المراه المدخنه كتبان يعني متمرده، بما اننا في مجتمع محافظ يعني كتكون هي متمرده ومتحرره. يعني صعيب حنايا في مجتمع ديالنا مجتمع اسلامي اننا نشوف يعني مراه كتدخن. بالنسبه لي هي حريه شخصيه، يعني من حقها هي تكمي، باش دابا حنا ما خصناش زعما نفرضوا الراي ديالنا عليها، ما خصناش نقولوا بلي راهي كتكمي نقولوا راهي ماشي مزيانه، يعني باش نتفادوا بزاف ديال المشاكل. يعني حنا نحاولوا عليها بالنصيحه، وماشي ما كاينش زعما الفرق ما بين الرجل والمراه، اللي كيكمي نقولوا له الله يهديك وحاول تقطع بليا وديك الشيء، باش نحاولوا نقطعوا هذه المشاكل المجتمع ديالنا صافي. الدخان ما صالحاش، فهمتيني؟ المرأة اللي كتدخن الله يعفو عليها، فهمتيني؟ فهمتيني؟ الشروع الإسلامية ديالنا حنا ما كيطلبوش المرأة تكون كتدخن، فهمتيني؟ هو الراجل خصو ما يدخنش عسل المرأة، فهمتيني؟ أنا هذه 30 سنة باش زودت الكرو، فهمتيني؟ أما عاد تشوف المرأة كتدخن، لأن كيف غيكون المصير ديالها ملي تتزوج وملي تعمل أولاد؟ هذيك الاولاد غينضروا في كرشه قبل ما يخرجوا من الدنيا. المراه المدخنه كذا كل واحد بوضع عقله، كل واحد بالثقافه ديالو فين كبر، يعني كتبقى حريه شخصيه ديال المراه، يعني كلنا سواسيه بحال المراه بحال الرجل. حتى هي عندها مشاكل ديالها، داكشي علاش كتكون. حتى اي واحد عنده مشاكل كيخصو يكمي، دونك حتى المراه لا كان عندها مشاكل بزاف راه تكمي حاجه عاديه. المراه المدخنه هي واحد المراه اولا ان غير هذا الاسلوب اللي كدير وهذا السلوك اللي كتقوم به غير اخلاقي، فهي يعني ما جايه هذا الشيء من التربيه ديالها، ما كانش واحد النشأه ديالها اللي تساعدها انها تكون واحد المراه، يعني امراه ملتزمه وكتحافظ على واحد الاخلاق اللي هما في المجتمع المغربي. فبالتالي ان كنشوفوا حنا المراه المغربيه يعني في واحد الاطار اللي هو ما يمكنش تكون مراه مدخنه ولا كتخرج مثلا كدير شي امور ماشي هما ديك في الشارع، بحال انها تقوم يعني بالعديد من السلوكات اللي ما كتخليش الاخلاق ديالها تكون يعني حسنه. المراه مدخنه عاديه كما بالنسبه للراجل، يعني كيشوفوا الناس عادي يدخن هيداك المراه صافي، كيكونوا عندهم مشاكل ولا هذيك. انا شخصيا كنعرف بزاف النساء يعني كيدخنوا كيجوني عادي. بالنسبه لك عصبة حريه خاصه، يعني بحال اللي كتشوف الراجل تيعمل بعض الاشياء زاد المراه خاصه. يعني كنشوف انا كتشوف كاين واحد الانفتاح، كتشوف بزاف ديال الانفتاح، تقدر ما تكميش قدام الناس خاص ماشي حوايج مخابين كيعملوا شي حوايج كثار، شي الحوايج مخابين تيعملهم كثار. اكسينا مع الحريه اللي كتدخل ما كتساوي حتى شي حاجه، تساوي حتى شي حاجه في المجتمع، يعني ما كاينش في المجتمع كاع المراه اللي كتدخل، يعني ما غاديش تكون غتكونش غدير شي بيت اسره مهما كتدخن، وهذا بلي ما غتكونش غتبني شي اسره ولا شي بيت ولا شي حاجه، ولا غادي تكون شي عندها شي مجتمع زعما صالح، يعني ما كاين حتى شي حاجه.